جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من سلطنة عمان الباطنة. المستمع خميس بن عبد الله البلوشي يسأل: هل سنة الجمعة القبلية جائزة أم أنها بدعة؟ الجمعة ليس لها سنة قبلية، ولكن من جاء إلى المسجد قبل دخول الإمام فإنه يصلي ما تيسر له، وعلى الأقل يصلي تحية المسجد ثم يجلس ويتلو القرآن أو يشتغل بالذكر، وإن استمر في الصلاة حتى يأتي الإمام فهو أحسن. ومن دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل وهو يخطب وجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي ركعتين. ولكن ليس هذا يعتبر راتبة لصلاة الجمعة، وإنما هو من النفل المطلق بعد تحية المسجد، وإنما راتبة الجمعة بعدها، وأقلها ركعتان وأكثرها 6 ركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة 6 ركعات بعد الجمعة، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته بعد الجمعة 2 ركعتين. ولذلك قال بعض أهل العلم: إن صلى في بيته فإنه يصليها 2 ركعتين، وإن صلاها في المسجد فإنه يصليها 6 ركعات مثنى مثنى، كل 2 ركعتين بسلام. نعم.